لكن بالتالي إذا كانت هناك عوائل، أنا أرجع الموضوع، وهاي العوائل هي لديها مافيات، بمعنى هل نور اللي ألقوا القبض عليه واللي طلع بكفالة، هل نور هذا تتخيل أو الشارع يتخيل إنه هذا يعمل وحدة ما وراء أحد؟ اليوم أبو المصرف المتحد هذا، أبو المصرف تتخيلون إنه هو هذا يعني أنا بس لو سمحت لي هو من أبو المصرف خلق المتحد؟ لك فتشي دباس علي الدباس. طيب. هذا باوع يعني وزارة العدل دارة التنفيذ المرقم العدد 306/2019 تاريخ 4/10/22، هذا يعني حازين المكان البناية مال البنك على اعتبار انه هو مطلوب. زين انت بعد هذا التاريخ هو كم صفقة ماخذ من الوزارات؟ يعني انا استاذ سامر اذا تسمح لي عندي هاي كلها، هاي محتاج لها 4 حلقات صدقني. هذا الموضوع يخص طيب. مصرف المتحد يعني يعني استاذ حسين خلينا نوقف يم هاي المعلومة، يعني هو بناية المصرف نعم. مالته بناية محجوزة للدولة باعتباره مطلوب اموال للدولة. حتى الاسهم استاذ سامر خلي يعرف كل الشعب العراقي، دا اقول رقم وتاريخ صادر من دارة تنفيذ وزارة العدل الى مديرية تسجيل عقار العامة ميم حاجز عقار، وهذا بناء على طلب وكيل المهم هاي اسماء، يقول قررنا حجز البناية كونه مطلوب $1,000,000 بالضبط، كاتب 915,000 دولار أمريكي وعلى أثرها انحجز بيا تاريخ 4/10/22. زين هذا بعد هذا التاريخ أنا عندي كتب، هذا مطلوب لكل الوزارات، وزارة الداخلية الطلبة، وزارة التربية الطلبة، وزارة هذا نفس المصرف، وزارة التجارة الطلبة، وزارة العمل الطلبة، الهيئات والشركات، يعني يا ريت لو تخصص حلقة حتى نسولف هذا الموضوع.